أهلا بكم، دعونا نتعلم قليلا عن المنحنى، وسنستخدم نفس الاكتيران الذي استخدمناه لأنه أصبح مألوفا لنا إلى حد ما مع رسمه البياني ومشتقته الجزئية. إذا دعونا نقول أن f ال xy f ال xy يساوي x تربيع زائد xy زائد y تربيع زائد y تربيع. والآن سنأخذ القيمة الاتجاهية لهذا، ومن ثم سأعطيك قليلا من البديهية عن ما هي القيمة الاتجاهية. سنأخذ القيمة الاتجاهية ببعدين في الفراغ، وسترى ماذا هذا يعني في لحظة. يمكن أن تمد هذا إلى أي بعد. إذن القيمة المتجهية التي تستخدم هذا العامل الميكانيكي التفاضلي الاتجاهي، هذا المثلث المقلوب، القيمة الاتجاهية لـ F يساوي الجزء لـ F باتجاه X ضرب اتجاه الوحدة I، الاتجاه الأحادي في اتجاه X، يعطينا القيمة للميل واتجاه X، ومن ثم هو يحدد الاتجاه في هذا الاتجاه زائد الجزء بالنسبة لـ Y باتجاه J. وبوضوح إذا كان هناك اقتران يتكون من أكثر من قيمة، تستطيع أن تستمر وستضرب قيمة المشتقة في كل من هذه الأبعاد الاتجاهية ضرب اتجاه الوحدة لذلك البعد. حسناً، ماذا يعني هذا؟ بطريقة أخرى توضيحية، تستطيع أيضاً كتابة هذا كاقتران اتجاهي F، ويساوي المشتقة الجزئية بالنسبة لـ X لـ F الـ XY، ومن ثم كل هذا باتجاه I. هذه فقط ترميزات مختلفة، زائد المشتقة الجزئية بالنسبة لـ Y ضرب F الـ XY f ال x y، ليس ضرب المشتقة الجزئية ل f ال x y. إذن المشتقة الجزئية ل f ال x y بالنسبة ل y ضرب j متجه الوحدة j. وبسبب هذه الرموز الكثير من الناس يرون هذا العامل دلتا، وحقيقة هو ثابت إلى حد ما. عندما نتعلم عن الانحراف والالتفاف، الكثير من الناس يرون هذا العامل دلتا، هم حقيقة يعرفونه، هم يقولون أن هذا مساوي للمشتقة الجزئية بالنسبة لـ X في اتجاه I زائد المشتقة الجزئية بالنسبة لـ Y في اتجاه J. ومن ثم إذا أردت أن تقوم بهذا بالأبعاد الثلاثة، والذي لن يطبق على مسألتنا لأننا نهتم فقط ببعدين حتى الآن، لأننا حتى برغم ذلك سنطبق هذا بثلاثة أبعاد سطحية، لكن بعد ذلك تستطيع أن تقوم بالمشتقة الجزئية بالنسبة لـ Z ضرب المتجه K، ومن ثم تستطيع أن تمده لـ N من الأبعاد، لكن هذا يصبح صعب جدا لنتخيله. حقيقة هو يصبح صعب جدا أن تتخيله من بعد ما سنقوم به الآن. إذن ماذا يعني هذا؟ حسنا، قبل أن أخوض بماذا يعني هذا، دعونا حقيقة نحسبه لهذا، ومن ثم سأبين لك ماذا يعني هذا. حسناً،
دعونا نحسب القيمة الاتجاهية لـ F. إذن القيمة الاتجاهية لاقتراننا المحدد هو المشتقة الجزئية بالنسبة لـ X. إذن فلنجد هذا، والذي هو 2x زائد y هذه هي المشتقة الجزئية لهذا الاقتران بالنسبة لـ x، وضربنا هذا بالاتجاه i أو باتجاه x زائد المشتقة الجزئية بالنسبة لـ y، وهي تساوي 2y زائد x 2y زائد x. ونحن حسبنا هذا في الفيديوهين عن المشتقة الجزئية، ونضرب هذا بالاتجاه j. إذن ماذا سيبدو هذا؟ حسناً، ما هي مركبات هذا الاتجاه؟ ما هي 2x زائد y باتجاه i؟ ماذا سيبدو المتجه؟ ماذا ستبدو 2y زائد x باتجاه j؟ وهذا أنا رسمته. إذن هذا نفس السطح الذي نعمل معه، لكن الآن قمنا بتعيين هذه النقاط هنا. هذه فقط نقاط والتي اختارها البرنامج ليعرض هذا المتجه، وإذا نظرت إلى هذا، هذا هو المحور السيني، وأستطيع أن أديره، وأستطيع أن أسحب هذا قليلاً، ومن ثم أستطيع أن أجعله يدور. أعتقد أن هذا دقيق إلى حد ما، لكن على أي حال هذا موازي لهذا الخط، هو المتجه في المحور السيني. إذن عنده هذه النقطة أنا حسبت القيمة الاتجاهية. هذا المتجه يقول أن القيمة لهذا المتجه هي المشتقة الجزئية لهذا الاقتران، أو المشتقة الجزئية للسطح، أو المشتقة الجزئية لزد بالنسبة لإكس. وهذا اتجاه، هذا فقط يسير على المحور السيني لأن هذا مضروب بمتجه الوحدة آي. إذن هذا الاقتران هو المشتقة الجزئية لزد بالنسبة لـ x ضرب متجه الوحدة i عند هذه النقطة. إذن نحن فقط نحسب المشتقة الجزئية عند هذه النقطة. هو أعطانا هذا الطول، ومن ثم الاتجاه هو فقط متجه الوحدة i أو في اتجاه تزايد x بشكل مشابه. هذا المتجه هنا آمل أن تستطيع رؤيته. اسمحوا لي أن أرى إذا كان بإمكاني أن أرفعه قليلاً. هذا ربما يكون مفيداً. هنا كنا نتحدث وأردت منك أن ترى المحاور والتي لا تستطيع أن تراها الآن لأنني رفعته، لكن أنت خذ كلماتي. هذا كان المحور السيني، الآن هذا هو المحور الصادي أو نفس الاتجاه مثل متجه الوحدة J. متجه الوحدة J يذهب بنفس الاتجاه مثل المحور الصادي، والقيمة تحدد بالمشتقة الجزئية لZ بالنسبة لY عند هذه النقطة، وهذه هي القيمة. ونحن شاهدنا كان هناك بعض التماثل لهذا المتجه، هي نفس الشيء كالقيمة لهذا المتجه، ومن ثم عندما تضيف المتجهين معا ستحصل على هذا المتجه. ولاحظ أن لا أحد من هذه المتجهات لديه أي أبعاد في البعد Z،
هؤلاء جميعهم تعطي لك اتجاهات على المستوى، ولماذا هذا مفيد؟ حسنا، القيمة الاتجاهية تخبرك الاتجاه في المستوى يجب أن تجتازه لتحصل على أقصى ميل في البعد زد. ولنوضحه بطريقة أخرى، تذكر المشتقة الجزئية بالنسبة لـ X أخبرتنا ما هو الميل باتجاه المحور السيني، المشتقة الجزئية بالنسبة لـ Y أخبرتنا ما هو الميل باتجاه المحور الصادي، لكن تستطيع أن تأخذ المشتقة الجزئية لأي اتجاه، والقيمة الاتجاهية تعطيك الاتجاه بحيث أقصى ميل. إذن دعونا نعيد التدبر قليلا لأنني أريدك أن ترى حسناً، المحاور هذه هي المحاور. إذن كل هذا يخبرنا إذا كنت تذهب بهذا الاتجاه ستحصل على أقصى ميل. إذن إذا ذهبت بهذا الاتجاه زد ستذهب هكذا. اسمحوا لي أن أرى إذا كان بإمكاني أن أديره قليلا. أنا لا أريد أن أرفعه أكثر من هذا، اسمحوا لي أن أقوم بتدويره. انظر إذا كان بإمكاني أن أوضحه لك. إذن إذا ذهبت بهذا الاتجاه في المستوى XY ستحصل على أقصى زد. إذا ذهبت بهذا الاتجاه ستحصل على أقصى ميل للأعلى. هذا ما يخبرنا به القيمة الاتجاهية، كيف تحصل على أقصى ميل للأعلى. وإذا كنت تأخذ أي خط قريب بحيث زد ثابتة. حسنا، حقيقة أنا لا أريد أن أصل لهذا كثير، لكن هذه القيمة الاتجاهية حقيقة ستكون عادية أو ستكون عمودية على أي منحنى حيث زد ثابتة. أنا لا أريد أن أخوض في هذا كثيرا هنا، إذن دعونا نرجع إلى هنا. ربما هذا أوضح إذا نظرت من أسفل الرسم البياني. إذن إذا ذهبت لهذه النقطة هنا، هذه هي القيمة لهذا المتجه، يوضح ما هو الميل باتجاه X. القيمة لهذا المتجه هي ما هو الميل باتجاه Y، ومن ثم عندما تضيفهم معا ستحصل على القيمة الاتجاهية. والقيمة الاتجاهية تقول إذا تحركت بهذا الاتجاه في المستوى XY، لاحظ أن لا أحد من هذه لديه المستوى Z. المستوى يعرف بكل هذه المتجهات مسطح في المحور Z، لكن إذا نقلت هذا الاتجاه على المستوى XY ومن ثم ستحصل على أقصى زيادة في زد لكل وحدة تنتقلها. ودعونا حقيقة نوضح ماذا سيبدو هذا في المستوى XY. إذن إذا فقط ذهبت رأسيا، إذن أنا فوق الرسم البياني. انظر بشكل مستقيم إلى الرسمة. إذا انتقلت بهذا الاتجاه، إذا انتقلت بهذا الاتجاه في المستوى Z أحصل على أقصى زيادة. إذا أنا هنا، لاحظ هنا المركبات السينية للقيمة الاتجاهية. أكبر بكثير من المركبات الصادية، إذا أنا بحاجة لأنتقل أكثر بالاتجاه الصادي وسأحصل على أقصى تغير في زد. إذا انتقلت هنا،
طريقة أخرى لتفكر بهذا، إذا أنا موجودة على هضبة، القيمة الاتجاهية لذلك السطح ستخبرك عند أي نقطة ما الاتجاه الذي تحتاجه لتنتقل لأعلى الهضبة بأسرع ما يمكن، أو الاتجاه بحيث شدة الانحدار للهضبة أقصى ما يمكن. هذه مجوفة عكس الهضبة، لكن على أي حال أنا سأديره. آمل أن يكون هذا أعطاك بعض الإدراك، وأريدك أن تفكر به أكثر، وسنقوم بالمزيد من المسائل حيث فقط نحسب القيمة الاتجاهية، فقط لأنني أعتقد أن هذا مفيد لتصل إلى الميكانيكيات. سأترككم الآن لأراكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء.